عاد البروفيسور البرتغالي المخضرم مانويل جيسوالدو فيريرا من جديد لولاية فنية ثانية داخل نادي الزمالك بقرار من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي عقب فسخ التعاقد بالتراضي مع الفرنسي باتريس كارتيرون. ويبدأ فيريرا مهمته بشكل رسمي في مباراة الزمالك والوداد البيضاوي المغربي المقرر لها السبت المقبل بملعب القاهرة الدولي بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية. فيريرا كان على موعد مع الانتصار في أول اختبار له بالجولة الأولى مع الزمالك في موسم 2014-2015، واستهل فيريرا مغامرته الأولى داخل أروقة ميت عقبة بمواجهة الداخلية بمنافسات الدوري الممتاز في 30 مارس من عام 2015، وقاد البرتغالي المخضرم الزمالك للفوز بهدفين دون رد. ودفع فيريرا يومها بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى ورباع الدفاع حازم إمام وعلي جبر وأحمد دويدار وحمادة طلبة وثلاث الوسط إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وأحمد توفيق والثلاثي الهجومي أيمن حفني وخالد أمر وأحمد علي. جماهير الزمالك تمني النفس بتكرار فيريرا سيناريو الولاية الأولى واستهلال مشواره بالفوز على الوداد المغربي، ومن ثم انعاش آمال الفارس الأبيض في بلوغ ربع النهائي الإفريقي. اهلا بيكم مره تانية، ومعانا الكابتن الكبير قوي كابتن حمد عبد اللطيف. الشياكه والاناقه، وكمان مش كان بس في اللبس والجمال ده، لا ده كمان في الملعب تحس ان راجل شيك كده، اداء شيك واداء محترم، ومفيش حد من جيله ايا كان سواء في الزمالك او بره الزمالك الا بيحب الكابتن حمد عبد اللطيف. اهلا بيك كابتن حماده، ومنورنا في زمالك. انت حياتي ليك يا شادي، ازيك؟ بس الشياكه والجمال ده، اهلا بيك. أهلا دايما كده، اهلا بيك حبيبي. اهلا بيك فيريرا وعودته مرة تانية للزمالك، حضرتك شايفها ازاي؟ بص، طبعا من الناس اللي كنت سعيد جدا بعودة مستر فيريرا لأسباب كتير. أول حاجة طبعا تاريخ فني، مدير فني متميز على مستوى عالي جدا، خبرات، سي في عالي طبعا. مدرب عالمي. تاني حاجة كان ليه تجربة مع نادي الزمالك قبل كده 2014 الدوري والكاس ونجح. واللي يعني اسعدني اكتر انه بيعرف يتعامل، غير الفنيات اللي عنده وغير الالتزام، انه بيعرف يتعامل نفسي كويس كمان مع اللعيبه. بيعجبني في فيريرا ان هو غير انه مدير فني على اعلى مستوى، هو راجل مش هيجامل ولا راجل هيظلم. هيظلم حد ليه؟ صحيح. هو جاي عايز ينجح، جاي عايز يكرر التجربه اللي حصلت قبل كده، لان المدير الفني يهمه يكسب ويهمه ياخد بطولات. برده الكسفي بتاعه بيكبر، سعره المادي بيزيد، فهو جاي عايز يعمل حاجه لنادي الزمالك. فان شاء الله يعني اتمنى التوفيق طبعا لنادي الزمالك. وخلي بالك دايما كره القدم يا شادي فيها نواحي، في نواحي اداريه عشان الناس برضو يعني النواحي الاداريه. يوم مثلا مجلس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حس ان في مطلب جماهيري، ان الناس عايزه فيرا، وهم اتعاملوا معاه الراجل ده مدير فني على اعلى مستوى، جابوا فالاداره عملت دورها، جابت المدير الفني للتعاقد. الدور الثاني اللي هو الطلب من الاداره اللي هي سرعه التفاوض مع اللعيبه، زي الفيديو اللي انت اتذاع من شويه ان هو بيتفاوض مع اللعيبه، هو احنا شاريين اللعيبه، اللي عايز يجدد يجي ويقعد، وفي مراحل تفاوضيه يعني. فده دور الاداره من هنا انتهى، عملت اللي عليها، عملت اللي عليها، بس في دور متابعه. الاداره بتتابع بعد كده، بتتابع بتشوف ايه الاحداث اللي هتحصل، مين عايز يجدد، الاسعار ايه، دي حاجات مش بتاعتنا احنا نتكلم. في الادوار الفنيه، الادوار الفنيه دي بتبقى مدير فني والجهاز اللي معاه واللعيبه طبعا، لعيبه نادي الزمالك. انا يعني ايه كل التوفيق لفيريرا، وانا واثق ان هو هيغير حاجات كتير جدا. وواثق ان هو مش هيظلم حد، وواثق ان هو هيغير من تكتيك الفرقه ومن اسلوب لعب الفرقه، وهيبقى فيه التزام سواء داخل الملعب او خارج الملعب، ودي شيء مطلوب وهو متميز فيه. وفيريرا مدير فني يعني اللعيبه بتحبه وفي نفس الوقت بتعمل له حساب. صحيح. ودي قيمه المدير الفني كويس، ان اللعيبه بتحبك بس وقت الجد، عارفه ان المدير الفني دوت وقت ما قادر على اتخاذ اي قرار، اللي حاسس ان في حاجه بتضر مصلحه الفرقه هيتخذ هذا القرار. فاحنا دعنا ننتظر ما ستصفر عنه الايام القادمه، لكن انا برضك بقول ايد لوحدها عمرها ما تسقف. صحيح. الاداره عملت شغلها
اوكي دلوقتي في دور مدير فني على مستوى عالي ولعيبه. فيريرا لا يحمل عصا سحريه ولا مصباح علاء الدين. عشان ينجح هينجح باللعيبه، واللعيبه عشان تنجح هتنجح بمدير فني قوي اللي هو فيريرا. فاتمنى طبعا انا بثق في الراجل دوت، واتمنى ان شاء الله الايام الجايه تبقى ايام خير كلها على نادي الزمالك. وبقول للناس الدوري لسه طويل قوي يعني في اوله، وعندنا ماتش بكره بدايته مع الجونه، وعندنا يوم الجمعه اول بدايه ماتشاتنا الافريقيه ان شاء الله هيكون مع الوداد يوم الجمعة. عندنا ثلاث ماتشات في أفريقيا مهمين جدا، لكن إن شاء الله أنا يعني متفائل بوجود هذا الرجل فيريرا. بس زي ما قلت لك لازم يبقى فيه مساندة، الإدارة مساندة. المهم اللعيبة بقى إن شاء الله تكون مركزة وتساند، وأنا واثق بكرة إن لعيبة نادي الزمالك هتعمل ماتش كويس قوي بكرة قصاد الجونة. قصاد الجونة ليه؟ كله عايز يعرض نفسه على المدير الفني، حتى الناس اللي ما اتدربتش مع مستر فيريرا اكيد يتحكى لهم من اللعيبه قبل كده ان الراجل ده كويس، الراجل ده مدير فني وبيتعامل نفسي كويس وقدراته البدنيه كويس والفنيه كويس ومش هيظلم حد وهيدي فرصه وهيطور مستوى لعيبه. يعني في لعيبه ممكن الفترات اللي فاتت دي كان مستواها مش كويس، انا اثق ان مستر فيريرا هيعمل تطوير في بعض اللعيبه، وهتتفاجئ في بعض اللعيبه كانت هي اللي بتلعب بس في تطور في ادائها ومستواها، لان هي دي مهمه المدير الفني. صحيح. مش اللي هو يحط التشكيل بس او التغيير، لا تطوير الاداء نفسه يعني. فبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بمناسبه انك اتكلمت عن مباراه الجونه بكره، انت شايف مباراه الجونه نقاط الضعف ايه عند الجونه والقوه، وازاي كابتن اسامه نبيه يتعامل معاهم؟ بص انا بص لنقاط القوه اللي عندي الاول. ماشي. لازم افعلها، اكون ايجابي. نقاط القوه بتاعتك اول حاجه في كره القدم عشان تكسب اول حاجه ما يخشش فيك هدف. انت الزمالك ده ان هي النواحي الدفاعيه. لازم الخطوط كلها تكون قريبه من بعض، لازم صناعه اللعب موجوده في نص الملعب، لازم المهاجمين يبقى عندهم فعاليه، لازم الجناب تتحرك، ده كله شغل تكتيكي. انا يعني النقاط اللي ممكن اللي انت تقدر تستغلها في الجونه شويه ان الاثنين المدافعين يعني عندهم بطء شويه. في واحد يعني مش ما احبش اقول اسامي طبعا. ماشي. عندهم بطء شويه لان في عامل السن وبتاع، فتقدر تستغل اللي هو السرعات اللي عندك والمهاره اللي عندك. لكن انت من البدايه انت نادي الزمالك نازل بتلعب، انت بتحافظ على اللقب بتاعك بتاع السنه اللي فاتت، بتلعب على بطوله، فنازل لازم تنزل تلعب بكره على المكسب. المكسب حتى لو اتاخر ما تزهقش، بس اهم حاجه ما يجيش فيك هدف. يعني دي البدايه اللي انت بدايه اي تيم كده كره القدم كده. فان شاء الله بكره انا متوقع ان هيبقى في اداء كويس، عندنا لعيبه كويسه، عندنا اللعيبه كانتش مثلا الفترات اللي فاتت ما كانتش في مستواها مش مركزه. اتمنى من ابتداء من بكره مع عوده مدير فني جديد، وطبعا بكره الكابتن اسامه هيدير هو والكابتن احمد عبد المقصود، ليهم مني كل الشكر والتقدير طبعا، وناس ملتزمه اولاد النادي وقت ما النادي بيحتاجهم بيكونوا موجودين. ولكن مستر فيريرا بكره ما هيتفرج على الاداء اعتقد في الملعب هتلاقي في حماس وروح عند اللعيبه كده، كله عايز ايه يعرض نفسه يقول انا موجود، حتى اللي ما كانش بيلعب عايز يقول له لا ده انا لعيب كويس. فننتظر بكره وان شاء الله التوفيق يكون لنادي الزمالك. شايف ان كابتن اسامه نبيه هيبدا بالتشكيل اللي بدا بيه في ماتش فيوتشر، ولا ممكن يعمل تعديلات فيه؟ ممكن يعمل تعديلات، انا يعني بس هي التعديلات مش هتبقى تكون كتيره يعني. يعني انت ما تقدرش تلعب في الفرقه كتير يعني، عندك مثلا حراسه المرمى مثلا ابو جبل هيبقى موجود هو اللي بيلعب يعني. ممكن مثلا ناحيه اليمين هتلاقي حازم، ممكن يدي حازم امام لان حازم ظهر بمستوى كويس اما نزل ماتش فيوتشر. هتلاقي الونش اول تغيير كده ممكن حازم، هتلاقي الونش ده يعني وجهه نظري لكن ممكن هو يكون له وجهه نظر ثانيه يعني. هتلاقي مثلا محمود علاء العب غني واحد منهم، اثنين يعني كويسين. هتلاقي فتوح متواجد، هتلاقي امام عاشور في نص الملعب. فتوح ولا عبد الشافي؟ ما اعتقد ممكن يدي فتوح، ممكن يدي فتوح، عبد الشافي لعيب كبير طبعا، بس طبعا ممكن يدي فتوح والله اعلم يعني، ممكن يستفيد بالاثنين في الماتش ما فيش مشكله. صحيح. ده رؤيته انا يعني. في ناس بتنادي بكده بالفعل. انا يعني مش عايز ما احبش اقول ايه تشكيل يعني ايه احنا بنقترحه، لان هو الراجل ليه فكر. خلينا ننتظر بكره، لكن بقول لك التغيير هيبقى في لعيب في اثنين في مركز كده، مش هتقدر تغير شكل التيم كامل يعني. ممكن العب بنفس العناصر واغير الخطه؟ يعني ما اعتقدش ان يعني انت بتلعب بقالك فتره 4-2-3-1 هتبقى صعب اللي هي تتغير، لكن مستر فيريرا هيغير لان هو طريقته مختلفه تماما، المفضله زي كيروش كده بالظبط. 4-3-3 فده معناه ان مركز 10 مش هيبقى موجود. بص مفيش حاجه اسمها في الكوره مركز 10 مش موجود تمام، لان صانع اللعب ده موجود
دايما في الملعب، مش شرط ان هو يبقى مثلا الاثنين اللي هم في نص الملعب 6 و8 وقدام رقم 10 ده هو صانع اللعب، وصانع اللعب ممكن يبقى موجود والثلاثه موجودين برده، ممكن يبقى عندك اكتر من صانع لعب في الفريق نفسه تستغله. يعني رقم 10 هو معنى انه صانع اللعب مش كلاعب، اي حد يؤدي اللي هو اللي بيربط يعني اللعب، يعني هو رقم اللي هو اللي يعني بيربط بالنص الملعب والمهاجمين. لكن انت ممكن مثلا بتلاقي ممكن زيزو ما بيقدر عنده صناعه اللعب، مفيش مشكله. فامام عاشور ما بيدافع وبيعمل صناعه لعب كويس، فمفيش اوباما كده. فمش شرط اللي هو يكون رقم 10، ده رقم 10 ده هو الضبط والربط بتاع نص الملعب، لانه وقت ما الكره مثلا الزمالك بيدافع بينزل هو بيبقى ثالث في نص الملعب مثلا، سواء اوباما مثلا بيبقى كان جنب طارق حامد او امام عاشور او كده، فبيبقى الثالث. لكن مفيش حاجه اسمها يعني انا لغيت رقم 10، الرقم 10 ده موجود في الملعب. انت ممكن يبقى باك ليفت عندك صانع لعب، لعيب نص ملعب صانع لعب، ليبرو بيبدا من تحت مدافع كويس وبيزيد بيصنع لك لعب. يعني مش اللي هو لازم حاجه رسميه. طيب هو البعض بيقول ان فيريرا في موديلاته بتاعت موديله بتاع 4 3 3 ان دايما لاعب يمين ولاعب شمال، والشمال ده يكون اشول. فبالتالي لما بنيجي نبص على عدد اللاعب الاشول يعني في الزمالك هم 3 لعيبه، عبد الشافي فتوح عبد الله جمعه وفي عبد الله جمعه، عبد الله جمعه لا في عبد الله. هل ممكن نلاقي حد فيهم موجود ثالث معاه؟ بص احنا مش عايزين يا شادي ايه نسبه الاحداث. احنا عندنا بكره ماتش الجونه، تمام، الراجل جاي وهيتفرج على اللعيبه بكره في الماتش، وبعد كده هيتابعهم في التدريب لان هو هينزل التدريب استعدادا لماتش الوداد. احنا بنتكلم هو عنده طريقه مش هيغيرها. فاهم ازاي؟ ان مثلا ثلاثه في نص الملعب مثلا، مثلا لو مثلا طارق حامد لو موجود ربنا يشفيه هيبقى هو اللي هو في نص الملعب، واحد يمين واحد شمال والثلاثه اللي قدام. فدي الطريقه مش هتغير. هيلاعب مين؟ هو هيلاعب الاحسن، هيلاعب اللي هو هيستفاد منه، هيلاعب اللي هو هينجحه يعني بدون اسامي، هيلعب اللي هو بيتمرن كويس، هيلعب اللي هو ملتزم تكتيكيا، ملتزم داخل الملعب وخارج الملعب، ملتزم خططيا. فسيب حته اللعبه دي، خلينا يعني في ماتش بكره هو هيتابع كويس، هيعمل فيجن كده ورؤيه ويبص على اللعيبه وكده. هو شاف شرايط وشاف ماتشات اكيد. هل يعني كابتن حماده انه يكون تواصل مع الكابتن اسامه نبيه؟ الله اعلم، ما اعرفش. بس اللي انا متاكد منه اكيد المشرف مع الكوره امير مرتضى منصور اكيد بعت له، حصل تواصل طبعا، حصل تواصل وبعت له شرايط للماتشات اكيد. ده شغل يعني، ده شغل عادي، ده طبيعي. طيب كلنا عارفين وحضرتك عارف وكل الزمالكاويه عارفين ان الراجل بيلعب 4 3 3 وهيمسك الزمالك رسمي من يوم الوداد يوم الجمعه. فهل الكابتن اسامه باعتبار ان بقى في مدير فني هو جديد يعني وبيتولى باستراتيجيه 4، هل ممكن نلاقيه بيعمل ده من بكره في ماتش الجونه ولا لا هينتظر قراره هو؟ لا اعتقد هينتظر لما يجي. لكن الكابتن اسامه نبيه بكره هيلعب بنفس الطريقه اللي الفرقه بتلعب بيها بقى فتره. وخلي بالك ممكن كمان مستر فيرير يجي وممكن يبقى الطريقه دي يحس ان اللعيبه مش مناسبه ليها 4 3 3 يرجع الطريقه القديمه. احنا مش عايزين ايه نسبق الاحداث، خلينا نشوف بكره ماتش بكره يعدي وربنا يكرم الزمالك. بعد كده هو هينزل هيشوف اللعيبه بقى في الملعب، هيشوف امكانيات اللعيبه البدنيه والفنيه والتكتيكيه. هو اللي هيقدر يعمل بقى الشكل العام بتاع الفريق، هل هتلعب 4 2 3 1 ولا 4 3 3. وخلي بالك هي كلها مسميات يعني، الطرق هي مسميات، لان طبعا في طرق وانت بتلعب في الماتش الطريقه بتتغير، وانت بتدافع شكل، وانت بتهاجم شكل، وانت مستحوذ في نص الملعب شكل تاني. فهي الطريقه بس هي مسميات 4 2 3 1. لكن وانت بتهاجم، انت بتهاجم بسته او بسبعه، يبقى عندك ثلاثه مثلا او اربعه هم اللي قافلين خط الدفاع. وانت بتدافع دلوقتي الطريقه الجديده اللي كله تحت الكوره، يعني ال 10 لعيبه بيدافعوا نص ملعب. فخلينا يعني الطرق دي خلينا نشوف هو بكره هيتفرج على ماتش الجونه، هيتابع اكيد، عنده رؤيه اكيد، هو محضر برضه، هو راجل شاطر جاي محضر وشاف اللعيبه، فمحضر اني طريقه هتتناسب مع الفرقه. طيب الكابتن اسامه نبيه كان تعامل مع هيكتور كوبر كمدرب مساعد مع وقدرنا نوصل كاس العالم 2018، ودلوقتي بقى هيكون مدرب عام مع فيريرا. شايف انه الامر ده مفيد للكابتن اسامه نبيه تواجده في هذا المنصب؟ هو طبعا كابتن اسامه نبيه مدرب عام متميز واشتغل مدير فني متميز، واكيد عنده خبرات كويسه، اكيد هتقدر وهيكون سابورت حتى مستر فييرا يعني. هو يكون اكيد عامل روبورت ومحضر تقريري عن اللعيبه واللعيبه اللي في الماتشات اللي فاتت، وده لعب قد ايه، وده قد قد ايه، وده جاب كام هدف، وده عنده اصابه. فهو اكيد هيكون سابورت يعني مستر فييرا. واسامه عنده خبرات كويسه يعني، ايام ما كان شغال مع كوبر واشتغل مسك قبل كده فرق، كان ماسك زد ومسك فرق كتير يعني، صحيح. فهيبقى طبعا اضافه.
وعمل اداء محترم جدا في الماتش بتاع الفيوتشر، استطاع يعني يذاكر الخسران او ربع ساعه او ازيك يرجع ويفوز. ده دليل برضو ان هو قرا المشهد بشكل كويس كابتن اسامه. لا ان شاء الله اسامه ان شاء الله يبقى ليه دور مهم مع نادي الزمالك، وبعد كده يبقى ليه دور كمدير فني ان شاء الله في المستقبل في نادي الزمالك، ربنا يوفقه دي العمر ان شاء الله. طيب كابتن طارق حامد ما زال غائب، ان كان ان شاء الله يعني الكلام كله انه هيبقى جاهز في فنيا يعني وبدنيا لمباراه الوداد بكره بقى، هل نستمر بثنائيه اوباما وعاشور ولا ممكن يبقى في تعديل في خط الوسط؟ هو ممكن يبقى بكره في تعديل، يعني ممكن هيبقى مثلا يبقى عاشور وممكن رؤى وممكن يستفاد باوباما رقم 10 زي ما انت بتقول يعني، لكن انا والتشكيل ما اعرفش ايه، بس انا قلت لك من البدايه مش هيبقى مش هيقدر يغير في الفرقه كتير يعني ممكن، بس شيكابالا خارج التشكيل عشان الاصابه، شيكابالا مش موجود، فهو كان مره فاتت بدا، فيعني دي الفكره يعني، فممكن يبقى في تعديلات. ما اكيد هيبقى في تعديل بس مش كتير، تعديل حد مصاب، حد مثلا مش في مستواه، لكن مش هيغير الهيكل الاساسي بتاع الفرقه اللي هي لعبت ماتش فيوتشر، هتلاقي على الاقل 9 أو 10 لعيبه موجودين، ممكن تغيير في اضيق الحدود لعيبه او اثنين يعني. لعيبه او اثنين. يعني انا طبعا هو الكابتن اسامه نبيه صاحب قراره يعني، لكن هو عمل تعديلات في الشوط الثاني، فعشان كده كنت متصور انه ممكن التعديلات دي تكمل معاه من بدايه المباراه. ما احنا قلنا ان حازم ممكن يكون موجود، لما حازم كان من ضمن التعديلات الشوط الثاني، امام عاشور ما كانش اساسي كان، وفتوح ما كانش اساسي، ودول لعيبه اساسيه ما كانوش موجودين في اول ماتش، فممكن هتلاقيهم في الماتش دوت الطبيعي طالما هم في مستواهم وهم لعيبه اساسيه وبيتمرنوا كويس وبيأدوا كويس اكيد هيلعبوا طالما هم في مستواهم، لكن بعيد عن اي بقى لا قدر الله اصابه لاي حاجه مكانهم موجود، ان هم الاساسيين اللي عندك. صحيح. طب رزاق سيسي دوره ممكن يبقى ازاي في المباراه دي يا كابتن؟ نقطة الجولة رسيس بكرة يعني ممكن يبدأ ممكن ما يبدأش، الله أعلم التشكيل إيه. بس ممكن بكرة يبقى ليه دور كويس الشوط الثاني، لأن فرقة الجونة فيها مساحات كتير يعني تقدر أنت تخلق مساحات كتير، ورزاق سيسي محتاج المساحات لأن هو سريع وعنده برضه القوة، فمحتاج أن يبقى عنده مساحة، فممكن يبقى ليه دور مهم في الماتش بكرة الشوط الثاني أو كده الشوط الثاني. لا انا ما اعرفش التشكيل ايه طبعا. طبعا محدش عارف دي حاجه مؤكده يعني ان شاء الله. طيب دلوقتي حضرتك اتكلمت على انه اداره الزمالك عملت دورها وجابت فيريرا، ايه رايك في السرعه بقى؟ في سرعه اتخاذ القرار وقبل ما يمر 4 أو 5 أيام على رحيل كارترون كان الزمالك بيتعاقد مع مدير فني كبير زي فيريرا. بص ده دور مجلس الاداره. بس هم سرعوا لان هم عارفين ان كان مستر كاردونو ما كانش مركز مع الفرقه او عنده نيه ان هو سمع ان هو بيتفاوض مع نادي تاني، فقال المستشار مرتضى وامير عندهم الناحيه دي التفاوضيه سريعه، انت هو برضك رئيس النادي ما عايز ينجح. مجلس الاداره عايز ينجح، ما الحاجات دي بتتكتب في يعني في تاريخ السي في بتاع رئيس النادي. انا موجود سنه كذا وخدت كام بطوله وخدت دوري وخدت افريقيا وجبت لعيبه واشتريت، ما فيش رئيس نادي عايز ينجح، فالاسراع اللي انت تتعاقد مع مدير فني ده نجاح. النجاح اللي انت دايما اللي انت بتتفاوض مع لعيبه، فمش زي اللي انت يا جماعه اوكي تفاوضوا، يعني حتى انا سامعه المستشار مرتضى بيقول لهم لما تحصل مشكله ارجعوا لي. صحيح. فاهم ازاي؟ فهو ده الدور ده الدور الاداري بتاع مجلس الاداره، هو بيوفر لك طلباتك كمدير فني، وبيوفر طلبات الجمهور، مثلا الجمهور مثلا عايزين اللعيب ده احنا شايفينه كويس، والمجلس طبعا ليه دور لان برضه كلنا ما احنا كلنا جمهور يعني. صحيح. فهو بيوفر لك، ده دور الاداري اللي بيعمله، ده دور المجلس بيعمله، بيوفر لك لعيبه، بيوفر لك مستحقات ماليه، بيجيب لك مدير فني على اعلى مستوى، لعيب مثلا انت محتاجه وهيخلص عقده فبتجدد معاه لان انت عارف ان اللعيب ده مهم بالنسبه لنادي الزمالك، فده دور الاداري. وفي غير كده في فلوس في نادي الزمالك دلوقتي. يعني في يعني النواحي الماليه منتعشه في نادي الزمالك، فنادي الزمالك قادر يتعاقد مع اللعيبه اللي موجوده، ولاعيبه برضك شغالين على لعيبه تاني، يعني شغالين على لعيبه تاني جوه يعني بره النادي للموسم الجديد. صحيح. بس مش هتقدر تعمل الكلام ده كله الا ما يكون عندك ماده، يكون عندك فلوس. انت بتتفاوض بقلب جامد ليه؟ انا معايا فلوس هتفاوض. لو لعيب عجبني وهيدفع فيه 20 و30 مليون جنيه وهيفيد نادي الزمالك هجيبه. صحيح. لان هو مصلحه المجلس زي ما قلت لك ايه؟ ما المجلس عايز ينجح. صحيح. واللي دايما نجاح يعني نجاح الفرقه الرياضيه في النادي اول واحد اول حاجه فرقه كره القدم. مظبوط. بيجي بعد كده اليد السله الطايره، لكن دايما فريق كره القدم ده الميزان بتاع الفرق الرياضيه كلها.
بتشوف كرة القدم احتياجات الفرقة ايه، بتخلص احتياجاتها بتخش بقى الفرقة التانية، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطايرة كده. كرة القدم هي الأساس، ومجلس الإدارة عايز ينجح صحيح، فكل واحد بيعمل دوره. فأنا قلت لك في البداية الكرة دلوقتي في ملعب المدير الفني فيريرا اللي أنا أثق فيه جدا وكل الناس بتثق فيه، واللعيبة. الإدارة دلوقتي عملت لك اللي أنت عايزه، بتتابع ايه اللي حصل، مين هيجدد، مين طالب اكتر، مين طالب كذا، مين ايه. الحاجات دي تفاوضيه مش بتاعتنا احنا، هنا بنتكلم كلام فني فقط صحيح، بس بنوضح للناس الادوار بتاعت كل واحد مسؤول. يعني النهارده المستشار مرتضى في الفيديو اللي او لقائه مع اللعيبه قال لهم جمله مهمه جدا انا شايفها كده، يعني انه الزمالك غايب عن بطوله افريقيا من 20 سنه، ودي كلمه لما رئيس الزمالك يقول للعيبه الزمالك افتكروا ان احنا غايبين عن البطوله دي 20 سنه، اعتقد ان دي اشاره يعني مهمه للعيبه انها يعني تبقى اكثر تحفزا وتركيزا في اللي جاي. بص، ما احنا كلنا سواء رئيس نادي، سواء نجم قديم، سواء اداري، سواء جمهور، ما احنا كلنا في الاخر جمهور. صحيح. واحنا فعلا بنقول الكلمه دي، اللي احنا البطوله دي يا جماعه من سنه 2002 20 سنه وهي مش موجوده. فلا، نادي الزمالك كبير، ونادي الزمالك قادر ان هو يجيب البطوله دي ان شاء الله. تبقى من بدايه ماتش الوداد تبقى البدايه، انت لو كسبت الثلاث ماتشات مش محتاج حاجه، هتوصل. صحيح. ولو خلي بالك لو الثلاث ماتشات دول كسبتهم ودخلت هتصعد، تصعد ممكن بقى. بص ترتيب ايه اول، مفيش مشكله، بس هتاخد، ممكن ربنا يوفقك وعلى الاقل توصل نهائي. يعني ان شاء الله. صحيح. ودايما بنتعلم من اخطائنا. ما احنا وصلنا قبل كده نهائي اكتر من مره مع سان داونز مع النادي الاهلي. صحيح. وخسرنا المرتين اكيد. التالتة تابتة بقى ان شاء الله. التالتة تابتة بس مش بالكلام. طبعا. بتصحيح، لو عندك اخطاء صححها بالاداء في الملعب، بالتركيز، بالروح. انا قلت لك خلاص دلوقتي ادارة عملت شغلها خلاص. بتتابع. في مدير فني قلت فيريرا، قلت لك مش جاي معوش عصا سحرية. صحيح. ولا مصباح علاء الدين، هو مدير فني متميز جدا، بس ده دور اللعيبة. دايما اللعيبة دورها مهم جدا. انا دايما بقول اللعيبة دورها 60% والمدير الفني ال 40%. فعلا؟ طبعا. ليه بقى؟ خلال الاعداد المدير الفني بيعدك كويس المباراه. بيجهز التشكيل الكويس، بيبقى عنده قرايه للماتش اللي هتلعبه ايه، طريقه اللعب هتبقى ازاي، محضر التغييرات بتاعته. فيريرا بيعرف يتعامل في المواقف الصعبه، يعني حتى لو مثلا دخل فيه الجون هيعرف يتعامل ويخليك ترجع تاني. لكن مش هينزل يلعب. صحيح. لا هو هيلعب، ولا رئيس النادي هينزل يلعب، ولا عدو، ولا حماد عبد اللطيف هينزل يلعب. في 11 لعيب في الملعب، هم اللي في الاخر اللي بيترجموا كل ده. صحيح. يعني هي كره القدم كده، اداره بتدير، مدير فني بيكاتشن ويكون عادل على اعلى مستوى، واللعيبه بتنفذ في الاخر. اللعيب هيبقى كويس وهينفذ هتكسب. لو جبت احسن مدير فني في العالم واللعيبه مش هتنفذ، هتكسب ازاي؟ صحيح. فكره القدم عشان يعني ايه، بسيطه وسهله يعني. كل واحد له دور بيأديه وبيعمله. طيب هل انت شايف، انا عارف ان انت مقتنع تمام بقدرات فيريرا، طبعا لا شك طبعا فيها. طبعا. لكن مباراه الوداد مباراه مصيريه، وان انت تيجي من الدار للنار زي ما بيقولوا كده للمباراه دي، محتاجه انك تبقى شخصيه، وهو بلا شك شخصيه. لكن هل الثلاث ايام ما قبل مباراه الوداد، وان شاء الله الزمالك بكره يعني يعمل نتيجه ايجابيه كمان عشان الروح المعنويه بتاعت اللعيبه تبقى مرتفعه، هل هيقدر في ثلاث ايام ياخد الاتجاه بتاع الفوز على الوداد، ايا كان نتيجه الفوز، المهم انك تفوز، دي اهم حاجه، تاخد ثلاث نقط وبعد كده يبدا يبص بقى للي جاي. بص، فيريرا مدرب كبير جدا، وانا اثق ان هو مثلا من امبارح او من اول، من يوم ما ابتدى انهوا الاتفاق معاه، ان هو شغال من دلوقتي. ده المدير الفني النشيط المبدع اللي عارف دوره ايه. فاعتقد وبكره هتبقى البروفه بتاعت الجونه دي، هو جاي عشان ايه؟ في الاخر يعمل السيناريو بتاع ماتش الوداد. الطريقه، هبدا بمين، اللعيبه. فاوعى تفتكر ان هو لا جاي كده وهيتفرج خلاص، لا، ده من يومين ثلاثه اكيد شغال، واكيد مستر امير مرتضى بعت له شرايط وكده، ده شغله، ما ده شغله. صحيح. فلازم هيأديه. فانت بتتعامل مع مدير فني خبره، خبرات كبيره. فهو جاي بكره بيشوف البروفه النهائيه. صحيح. ماتش الجونه عشان ايه؟ يعمل استعداد ليها لماتش الوداد. هل هلعب بنفس الطريقه 4 2 3 1 اللي الفرقه بتلعب بيها بقى لها سنتين، ولا في خلال 3 4 ايام مثلا هلعب 4 3 3؟ ده شغله. صحيح. هنشوف. لكن انا اثق فيه، واثق في امكانياته طبعا العاليه، واثق ان هو التعامل النفسي مع اللعيبه، اللعيبه بتحبه، وهو قوي يعني، عنده نوع من القوه، بيعرف يتعامل، وفي نفس الوقت
مرن، اما بيلاقي مثلا مشكله ممكن يحلها. فدي مطلوب ان دايما ايه، ان اللعيب يبقى عارف ان هو مش هيتظلم، ان في مدير فني عادل، ان في مدير فني هيجي هيضيف له حاجه. صحيح. وانا بقول لك زي ما قلت لك من البدايه هيغير من طريقه لعب لعيبه كتير، وهتتفاجئ انت بلعيبه كان مستواه مش كويس، لكن الفكر العالي في التدريب فيريرا والنواحي الخططيه والتكتيكيه والتحركات في الملعب، هتلاقي لعيبه هتظهر بمستوى كويس، وهم كانوا بيلعبوا بس هتلاقيهم مع فيريرا شكل تاني. وده قيمه المدير الفني الكبير. بس قلت لك من البدايه منظومه. صحيح. لازم اللعيبه تساعد المدير الفني زي ما الاداره وفرت مدير فني، فالمدير الفني هيعمل لك التكتيك التشكيل، هيدرب كويس مش هيظلم حد، هيكون عادل، وتدور في الاخر 90 دقيقه دي بتاعه اللعيبه في اداء اللعيبه في الملعب. في 2003 الزمالك خد الدوري مع فينجادا. في 2014 2015 خد الدوري مع فيريرا، والاثنين برتغاليين، وجات المدرسه تاني، رجعت مدرسه البرتغال. ايه اسباب نجاح المدرسه البرتغاليه مع الزمالك؟ بص هو مش موضوع يعني، هو طبعا المدربين البرتغاليين متميزين. وعندهم درايه برضو بالكره المصريه، واشتغلوا كتير سواء بنجادا او مصر او فيريرا، وفي ناس كتير اشتغلت يعني. صحيح. هو مستر مانويل جوزيه وكتير اشتغلوا. بس انت لما بتكسب بطوله دايما بتبحث على اسباب المكسب. ما انت مثلا 2003 كانت عندك لعيبه مميزه. صحيح. وعندك مدير فني مميز. صحيح. فالمنظومه متكامله وبتكسب، والمكسب بيجيب مكسب. بعد كده برضو كما جه مستر فيريرا 2014، كان عندك مجلس اداره، كان اول ما نجح المستشار مرتضى منصور 2014 2015، وجي عندك مدير فني كويس، وابتدت تتعامل في فرقه كويسه، وجالك لعيبه زي ما احنا بنقول بلغه الكوره ايه، جعانه كوره. يعني عايزه تلعب حاجة. عايزه تلعب وتثبت نفسها، فنجحت. فدايما بيبقى في اسباب للنجاح واسباب لعدم التوفيق او الاخفاق. فدايما نبحث من جوانا احنا لما بنكسب او بناخد بطولات بنعمل ايه؟ فاكيد بنشتغل صح. صحيح. اداره بتدير، مدير فني بيكاتشن، لعيبه ملتزمه في الملعب وبتادي، هي دي مقومات النجاح. صحيح. ممكن بقى يبقى ساعتها مصري هو المدير الفني، ممكن يبقى مثلا برتغالي، ممكن يبقى برازيلي، المهم المنظومه تكون متكامله. صحيح. فينجادا حاليا المدير الفني لاتحاد الكوره. ايوه. وادي فيريرا جاء مره اخرى الى الزمالك، وعندنا كيروش مدير فني للمنتخب المصري. هذا الثلاثي وجوده في الكره المصريه قد يفيد الكره المصريه؟ بص يعني طبعا هم كلهم متميزين يعني. فنجادة كان ليه تاريخ كبير طبعا، ومسك الزمالك وخد بطولات طبعا. كروش مستر كروش منتخب مصر وسيفي عالي. صحيح. طبعا مستر فيريرا سيفي عالي، فاعتقد هيبقى ليهم اضافات. هيضيفوا. بس دايما في البدايه بقول لك يعني ايد لوحدها ما تسقفش. صحيح. انا مش هشتغل لوحدي وهنجح. انا عشان مدير فني، حتى مدير فني لما بيجيب معاه جهاز فني خمس ستة، وفي دي بتاع اداء، وفي احمال، وفي مدرب عام ومدرب مساعد، وفي بتاع حراس مرمى، فهي منظومه كامله. هتنجح اما المنظومه تشتغل من البدايه بالطريقه المناسبه اللي هي تناسبك، اللي انت تفوز وتكسب. ماليش دعوه بالجنسيه ايه، لكن هتبقى مدير فني كويس، اداره كويسه، لعيبه كويسه، في عداله، هتكسب. لان انت الزمالك، انت الزمالك نادي بطل ودايما بتلعب على البطولات. لكن ماليش دعوه بجنسيه المدير الفني ايه، المهم اللي يبقى المنظومه كلها متكامله. بس الناس بتتكلم على فكره ان المدرسه البرتغاليه مدرسه صارمه جدا. ماشي. ملتزمه جدا. ففي الثلاثي اللي بيدير دلوقتي احد اهم الانديه، الزمالك برتغالي موجود، المنتخب المصري برتغالي، اللي بيدير المفروض منظومه كره القدم والمسابقه فيها برتغالي، فبالتالي المدرسه البرتغاليه قد يكون لها اثر يعني في. عشان كده مثلا حضرتك انه وجودهم الثلاثي ده ممكن يفرق ولا لا؟ ده القصد. ما انا قلت لك ان هو يفرق، بس يفرق مع عناصر المنظومه كلها تكون مكتمله، تكون جاهزه. فاكيد ان هم هيكون عندهم خبرات، سي في عالي، حد ماسك منتخب مصر طبعا، منتخب بلدنا، مستر فيريرا جاي ماسك نادي الزمالك طبعا، نادي الجماهير، النادي الكبير، النادي الملكي، النادي اللي بيشجعه ملايين. فلازم تبقى العناصر كلها زي ما قلت لك في البدايه، عناصر المنظومه كلها مكتمله. احنا دلوقتي عناصرنا مكتمله، اداره وعملت شغلها، مدير فني جه، اداره اتفاوضت مع اللعيبه اللي هيجدد عشان السنه الجديده، انت عارف ان احنا وقوف قيد، فدايما الدور في الباقي ايه؟ على الاداء في الملعب. يعني انت زي الدكتور بيجهز لك غرفه العمليات، بتنزل عشان تشتغل في الملعب. صحيح. فلازم العمليه تنجح. العمليه هتنجح بايه؟ باللعيبه. الاداره عملت شغلها خلاص. بتتابع دلوقتي، يبقى مدير فني ولعيبه.
طيب انا عندي سؤال كده، يعني جمهور الزمالك منذ لحظه اعلان وجود فيريرا وهم عندهم حاله من الفرحه الشديده، من وجهه نظرك ليه؟ اول حاجه انا اول مره شفت يعني جمهور الزمالك الحمد لله يعني مش منقسم على المدير الفني، ده صحيح. يعني تلاقي ده مثلا صحيح. حوالي ايه 95-98% او ممكن 100% مثلا، يعني آه. مش عايزين نقول 100% دي يعني ماشي 98-99 يا سيدي ماشي 9 من 10 ماشي. هو ناتج من ايه؟ لان هو الراجل ده جه اشتغل قبل كده صحيح، وخد بطولتين الدوري وكاس، يعني عندهم ثقه فيه، راجل مدير فني خبير اشتغل في اماكن كتيره جدا ودايما بيشتغل في اماكن كلها نجاحات. حتى اللعيبه اما بتتكلم عليه اللعيبه اللي هو حضرته في 2014 كلهم بيثنوا على ادائه سواء الفني او التكتيكي او الخططي او حتى النواحي اللي هي المعنويه او النفسيه او الانسانيه، فاكيد كل ثقه فيه ان هم الراجل احنا عايزين الراجل دوت، الراجل ده كويس والراجل ده هيفيدنا. جمهور الزمالك عايز ايه؟ ما عايز يكسب صحيح، عايز بطولات، فعايز برضك يجي له مدير فني كده على مستوى عالي فهيبقى سعيد مش صحيح. منقسم، لان خلي بالك احنا في نادي الزمالك على طول منقسمين. هتلاقي ناس كانوا مثلا عايزين فلان مدير فني التاني علان، لكن لما جه مستر فيريرا زي ما انت قلت يا شاد زي ما انت قلت شديدة. زي ما انت قلت الناس سعيده ناتجه عن ايه؟ ان هم واثقين في هذا الرجل. طب الدعم الجماهيري اللي من الثانيه الاولى لفيريرا واعلانهم المحبه والفرحه بوجوده، هل ده ممكن يبقى دافع ليه لاعاده المسيره بتاعت 2014-2015 وخصوصا في البطوله الغائبه منذ زمن افريقيا؟ اكيد طبعا الجمهور ليه دور مهم جدا طبعا في دعم سواء اداره سواء لعيبه سواء مدير فني، فطبعا الجمهور هو الاساس، هو اللي بيقويك وقت ما بتقع وقت ما بتضعف، هو اللي بيدعمك هو اللي بيقف جنبك هو اللي بيساندك. فطبعا الجمهور طبعا طول عمره مش وقت فيريرا بس، من اول ما نادي الزمالك 1911 يعني انشئ جمهور الزمالك بيدعم النادي على طول، يعني صحيح. ما تقدرش تلوم الجمهور في حاجه، بالعكس يعني جمهور الزمالك ده احنا مثلا بنقول لهم يعني ساعات متشكرين جدا على الدعم اللي بتعملوه وعلى الصبر اللي بتصبروه على نادي الزمالك، ان هم محبين لنادي الزمالك وعايزين نادي الزمالك ينجح صحيح. فاعتقد هيبقى ليه دور مهم، لان الجمهور حابب الراجل حابب فيريرا وتعامل معاه وعنده ثقه ان هو حد كويس والحد هينجح وان شاء الله ينجح ان شاء الله. انا بقول لك زي ما قلت لك من البدايه هتلاقي فرقه نادي الزمالك مختلفه مع فيريرا في التكتيك في النواحي الخططيه في تغيير مراكز بعض اللعيبه، هتلاقي اداء هتلاقي تحس كده في منظومه، هيعمل يعني ايه هيعمل التزام في نص الملعب، هيعمل انضباط انضباط تكتيكي انضباط خططي، هتلاقي كل لعيب عارف دوره ايه وهو نازل وانا محتاجك الوقت ده قد ايه، ممكن لعيبه قاعده يعني مثلا بديل والبديل مش هيكون زعلان لانه هو بيعرف يتعامل كويس نفسي مع اللعيبه، ممكن اقعدك بس انا محتاجك بعد كده نص ساعه تنزل تكسبني. هو شاطر في الحاجات دي، يعني التعامل المعنوي والنفسي جيد جدا فيه، غير بقى القدرات بقى بتاعته الفنيه وخبراته، وبرضك مش هينجح غير مع الاداء اللعيبه يبقى كويس. هنا بقى السؤال، اتفضل. ايه هي المواصفات اللي يبقى محتاجها فيريرا في اللاعب اللي موجود دلوقتي في الزمالك؟ هو عايز اللعيب كويس، هو عايز اللعيب اللي بيأدي، وعايز اللعيب اللي بيلتزم بالتكتيك بتاعه بالخطه بتاعته، عايز اللعيب اللي بيلتزم في الملعب في التدريب. يعني لا لاعب المهاري ولا لاعب التكتيكي ولا الاثنين، ولا يبقى العناصر كلها موجوده ما بين التكتيكي والمهاري؟ ما اكيد بص يعني فريق كره القدم ما ينفعش يكون مهاريين ولا تكتيكيين ولا اقوياء، اكيد في مثلا خط الدفاع دوت. شايف الخطوه دي ازاي وفكره ان السداسي ده يبقى موجود ومستمر في الزمالك؟ شيء جيد طبعا، اكيد انت اي لعيب بيبقى جاي وعايز يجدد في نادي الزمالك وروحه حلوه كده يقول لك انا جاي عايز اجدد، اهلا وسهلا. وزي ما المستشار مرتضى قال، هو قال لهم خلاص يا جماعه شو اتفقوا بكره بعده بعد ماتش الوداد وشوف المفاوضات هتوصل لايه. صحيح. لكن شيء جيد ان انت تحافظ على لعيبتك. نفس ان انت تحافظ على اللعيبه بتاعتك اللي هو الاداره شايفاهم والمدير الفني شايفهم ان دول يصلحوا. انت مش هتجدد لكل اللعيبه، خليني اكلمك كلام كوره. هو ده اللي هياخدني للسؤال اللي بعده، محمد اشرف رؤى. لا انا مش هجيب اسامي، ما بحبش اقول اسامي كلهم اخواتنا صغيرين وكده، فاهم ازاي؟ لكن انا بقول لك انت مش هتجدد لكل اللعيبه، في يعني اولويات. ماشي. في مهم، في اهم، في متوسط او جيد، فانت بتبدا باللي انت محتاجهم او اللي هم عقودهم هتخلص خلاص، فبتحاول تجدد لهم. في واحد بقى قدامه سنه قدامه سنتين ده كده كده اوريدي موجود معاك. صحيح. لكن انت مش هتقدر تجدد لكل اللعيبه دي كلها.
لان نادي الزمالك يعني السنه دي اتحرم من فتره قيد، لكن السنه الجايه عامل حسابه ان نادي الزمالك محتاج مش اقل من 8 او 9 صفقات. اكلمك بكل صراحه، 8 او 9 صفقات طبعا، 8 او 9 صفقات. وانا عارف ان في شغل يعني شغالين فيه من دلوقتي طبعا، بشغل تفاوضي مع بعض اللعيبه، وان شاء الله تتم سواء في مصر او خارج مصر او كده. عايز لك 8 او 9 صفقات في نادي الزمالك السنه الجديده. انت البطل، عشان تبقى بطل مش شرط يبقى عندك لعيب يعني فريق اساسي فقط، فريق اساسي وبدايل كويسه. احنا فتره من فترات كان عندنا فريق اساسي وبدايل كويسه، لكن السنه دي الفريق برضو البدايل فيه عشان ما بتلعبش وبعيد عن مستواها، فبرضو في لعيبه اتاثرت. ده بيبقى خطا مدير فني، اللعيبه ما تبقاش في المستوى، البدلاء مجهزين، عدم الجاهزيه. اصل بص، دايما شخصيه كل لعيب مختلفه. ماشي. يعني ممكن مثلا لعيب يقعد بديل ويتمنى الفرصه تجيله عشان ينزل ويثبت نفسه. ماشي. وفي لعيب ينزل بديل ولما يجي يلعب تحس ان هو مش ما بيأديش. هي شخصيه اللعيب ايه؟ انا ممكن اللعيب البديل دوت ممكن يبقى احسن لعيب بعد كده في مصر. وهو كان بادئ بديل بس كل يوم بيثبت نفسه. انت هتثبت نفسك من خلال ادائك في الملعب. ده الوصف ده ينطبق تماما على طارق حامد في مهم في الولايه الاولى لفيريرا. ما كانش موجود، ما كانش اساسي، ثم اصبح دلوقتي لاعبه ليه؟ الاول لاعبه ليه؟ خلاص حس انه محتاجه، فرض نفسه وبينفذ له كل اللي بيطلبه منه وبيأدي في التدريب كويس. تعالى انا كمثلا كراجل مدير فني عندي لعيب كويس مش هلاعبه؟ صحيح. يعني مش هلاعبه ليه؟ هو مدير فني عايز يخسر؟ لا، انت عايز تلعب احسن العناصر اللي عندك، لان انت عايز تنجح، تنجح بيهم، هتاخد بطولات، سعرك هيزيد، هيبقى السي في بتاعك كبير. ففيش اوعى تقول لي لعيب مثلا بيكره، مدرب بيكره لعيب او مش عايز يلعب لعيب. لا، الكلام ده كلام فاضي خالص. مدير فني لو مين موجود وبديل ولعب وبقى كويس هيديله ويبقى كويس، والبديل ده ممكن يروح منتخب. فالكره دايما في اقدام اللعيبه. مدير فني بيتمنى اللعيبه كلها تكون جاهزه. صحيح. في احدى تصريحات امير مرتضى من كام يوم قال انه مش طبيعي ان يبقى في 37 لاعب في التدريبات. طبعا. هل انت شايف ان ايه الرقم الافضل لاي مدير فني لتدريب فريق اول زي الزمالك؟ بص، 25 لعيب، ثلاث حراس مرمى، و22 لعيب. لكن طبعا ما يعني 22 لاعب ومعاهم ثلاث حراس مرمى. لا طبعا، يعني ممكن، ما هو خلي بالك ممكن العدد ده مثلا قدر الله يقل. ليه؟ ممكن مثلا لعيب عنده اصابه مش عارف ايه. لكن الزياده في هتدرب مين ولا مين؟ يعني ايه 30 لعيب و35 و7 كتير جدا يعني. طب المدير الفني هيركز ازاي؟ هيركز مع ال 37 لعيب دول ازاي؟ طب ما القايمه 30 ومعاك خمسه تحت السن. ماشي اوكي، ما انا يعني تحت السن لو انا مثلا مش محتاجهم بيبقى ليهم مثلا تمارين معينه. بس في تمارين التدريبات الاساسيه بتاعت الفرقه الاساسيه دي لازم العدد يبقى قليل عشان يبقى في نوع من التركيز شويه. 20 22 لعيب مع حارسين مرمى، مع ثلاث حراس مرمى، عايز تعمل تكتيك. لكن 37 زحمه. صحيح. يعني زحمه قوي، يعني زحمه. ده غير بقى الجهاز الفني والخدمات. ما دول بره، ما دول ماشي، دول بره قاعدين بره على التراك. يعني لكن انا بكلمك جوه الملعب يعني زحمه جدا طبعا. ملعب 22 بشكل عام يعني هو ماشي. ممكن ما انت هتقسم الملعب فيه مثلا، في نواحي تكتيكيه دفاعيه، في مثلا مدرب هياخد المدافعين مثلا هيمرنهم، هياخد لعيبه نص الملعب، هياخد المهاجمين. هتقدر تقسم الملعب وفي الاخر عايز مثلا تعمل تكتيك تقسيمه تراي ماتش، لكن مش هيبقى كل العدد ده طبعا. صحيح. صعب. لعيبه الزمالك اللي تواجدوا مع فيريرا في الفتره الاولى كانوا بيقولوا ده انه الراجل بيعمل تصحيح، بيوقف التدريبات ويعمل التصحيح، وكمان بيعمل بيشبه المربعات تتحرك ازاي وتمشي ازاي والحاجات دي. وهم كانوا سعداء جدا بالموضوع ده. حتى انا سمعت من كام يوم حماده طلبه اتكلم على انه تعلم من الراجل حاجات كتيره جدا. هل شايف انه دي امر طبيعي في اي مدير فني ولا لا مش كل مدير فني يقدر يعمل الحكايه دي؟ لا، امر طبيعي طبعا. اي مدير فني لما بيلاقي خطا في الملعب في التدريب، القربان الكبار الاهلي والزمالك، الزمالك واهلي، بيراميدز هيزاحم. لكن هل هيقدر يستمر بهذا المستوى؟ لان هو عمل قبل كده اكثر من سنه كان برضك بينافس، لكن هو السنه دي ماشي كويس. وهو مدير فني انا مقتنع بيه برضك، ايهاب جلال حاجه مدير فني محترم ومبتكر كمان. لكن في الاخر اعتقد ان لو الزمالك في مستواه والاهلي في مستواه المنافسه هتبقى بينهم، وبيراميدز هيبقى من بعيد شويه بس هيبقى موجود في المربع.
الا اذا حصل بقى تطور في اداء بيراميدز وفضلوا على هذا المستوى، واتمنى ان هم يفضلوا على هذا المستوى. طبعا اتمنى تبقى فيه منافسه مش بين ناديين بس، بين ثلاث انديه. صحيح. بس احنا تعودنا دايما كده ايه، اهلي زمالك، زمالك اهلي. مظبوط. بيراميدز يخش شويه، لكن السنه دي داخل بقوه. بيراميدز عنده لعيبه مميزه جدا. ده صحيح. وعنده مدير فني على المستوى، ايهاب جلال من الناس اللي انا بحبها يعني، مدير فني متميز يعني. فبرضو يعني ايه، كره القدم هنشوف احداثها ايه. طيب. انت دلوقتي بتكسب وماشي كويس، هل بكره هتحافظ على استمراريه المكسب؟ اتمنى مثلا ان هو يحافظ، كايهاب جلال كمثلا مدير فني لبيراميدز هو يتمنى انه يحافظ يبقى في الصداره، زي ما نادي الزمالك عايز يحافظ على المكسب يبقى في الصداره. ماتشات صعبه يعني، ماتشات الدوري العام صعبه. صحيح. انا خاف من الزمالك مثلا، الزمالك يعطلوا فرق صغيره. ما خافش على الزمالك من الفرق الكبيره. الزمالك تاريخي يعطل الزمالك الصغيره. الزمالك بيلعب مع يعني هو كبير طبعا الزمالك. فطبعا فبيلعب كوره مع الفرقه دي، لكن ممكن فرقه مثلا تحت تعطل الزمالك. فالدوري طويل لسه. صحيح. بدري عليه. صاحب النفس الطويل اللي ملتزم داخل الملعب وخارج الملعب وتكتيكيا، الفريق اللي عنده بدايل كويسه، الفريق اللي عنده مدير فني جيد، الفريق اللي عنده اداره منتظمه في دفع مستحقات اللعيبه ومفيش مشاكل عندها، دايما هي دي اللي بتكمل. المشاكل بتجيب لك مشاكل. لكن احنا مثلا في نادي الزمالك عندنا الحمد لله المسائل الماديه متوفره، بتتحسن طبعا، بتتحسن وفي تحسنات جايه كمان. مدير فني، جبنا مدير فني على اعلى مستوى، لعيبه وعندنا، المهم استمراريه بقى في الاداء، الاستمراريه في المكسب، المهم ان انت تعرف ان انت بتلعب في نادي الزمالك نادي بطولات. فلازم دايما من اول دقيقه انا الزمالك انزل اادي واعمل اللي عليا، بس ادي. صحيح. مش ما اديش، والله التوفيق ده من عند ربنا طبعا، من ربنا سبحانه وتعالى، بس خلي بالك دايما التوفيق بيجي للمجتهد. يعني لو انت ما بتجتهدش ربنا مش هيوفقك. صحيح. فلازم تبقى في الملعب مقاتل، ما بتشتغلش فخلاص مثلا. فلازم تجاهد وتقاتل في الملعب مع بقى الامكانيات البدنيه، مع الفنيه، مع تكتيك، مع شغل مدير فني، لكن لازم الروح تبقى موجوده، التركيز يكون مهم. لازم دايما كل دقيقه تفتكر ان اللي انت بتلعب في نادي الزمالك. ده نادي الزمالك. صحيح. طيب السؤال قبل ما اروح للسؤال اللي بعده، برضه لسه مفيش فاصل طبعا ولا حاجه، لا هنقعد نتكلم. بيراميدز ومبارياته قصاد الاهلي وقصاد الزمالك، هل دي اللي هتقول لبيراميدز وتقول لنا ان بيراميدز ممكن يكمل في المنافسه ولا لا هيبقى في زي السنين اللي قبل كده ثالث رابع؟ لا لا، مش مقياس. مش مقياس ماتشاتك بيراميدز مع اهلي او زمالك، مش مقياس. لان انت عندك حوالي 17 يعني، انت الدوري كم فرقه يعني؟ 34 اسبوع. 34 اسبوع، ما انت ممكن بيراميدز مثلا كسب فريق او تعادل مثلا مع فرقتين من القطبين وبيكسب الباقي الفرق الثانيه وانت بتتعطل، فهي مش مقياس. المقياس في بطل الدوري العام اللي هو صح، اللي هو يقدر يحصد اعلى رصيد من نقاط. تجيبهم بقى من فوق، تجيبهم من تحت، من انديه الوسط، تجيبهم من الانديه اللي تحت، تجيبهم من انديه القمه، المهم اللي انت البطل لازم تكون صاحب اكتر رصيد من مرات الفوز. وقليل ما تخسرش عشان تكون، قليل ما تتعادلش عشان تكون بطل. لكن مش معقول هتكون بطل مثلا وهتخسر 10 ماتشات وهتكون بطل. او حتى لو ما خسرتش هتعادلني 12 ماتش وتكون بطل، يعني التعادل دلوقتي بنقطه. فهو الفريق البطل كده لازم ان انت تكسب، المكسب بيجيب مكسب، تكسب المكسب بيجيب مكسب، ممكن تتعطل بعد كده بس تتعطل في تعادل بس هترجع تاني. والتعادل ده يبقى مع فريق كبير. فمش شرط الماتشات اللي بين الاهلي والزمالك وبيراميدز تكون سبب في حسم مصير الدوري، لا، احنا مش ثلاث فرق بس، احنا 18 فريق بيلعب في الدوري العام. صحيح. طيب الاسماعيلي والمركز الاخير، هل شايف ان ده امر قد يستمر ولا الاسماعيلي لا هيفوقوا سريعا ويستطيعوا العوده ويبعدوا عن هذا المركز الخطر؟ بص، نادي الاسماعيلي طبعا نادي كبير وعزيز وكلنا بنحبه، وانا من عشاق نادي الاسماعيلي والدراويش. هكلمك بالعاطفه، هقول لك انا زعلان على الاسماعيلي. صحيح. هكلمك كلنا زعلانين والله. هكلمك بالمنطق وبكره القدم، ده الوضع الطبيعي. الاسماعيلي وضعه سيء جدا جدا. الاسماعيلي ما عندوش لعيبه اللي هي كانت لعيبه زمان بتاعت نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي حتى اللعيبه وروح قليله. احنا بندعو وبنامل النادي الاسماعيلي يعني يرجع، مش هقول لك يرجع الاسماعيلي بتاع زمان لان ده هياخد وقت كتير جدا، بس على الاقل نادي الاسماعيلي يتخطى هذه الكبوه اللي هو في المركز الاخير، لان هذا لا يليق من والمنتخب المصري واستعداده للمباراتين الفاصلتين يعني قصاد السنغالي ب 25 و 29 واستدعائه تقريبا لكل المحترفين المصريين.
بالنسبه لك الاستدعاء بتاع كل اللعيبه المحترفه بما فيهم احمد حمدي من في مونتريال الكندي دي اشاره لايه؟ هل الان من مستوى اللعيبه في الدوري دلوقتي ولا من باب انه يبقى جاهز بكل البدائل؟ بص دور ماتشين اللي هيكسب فيهم ان شاء الله واتمنى مصر هيوصل كاس عالم. صحيح. فلازم استدعي كل اللعيبه اللي حاسس ان انا هحتاجهم. اللي انا محتاج استدعي بقى 25 لعيب 30 28 لان دول ماتشين يوصلوك كاس العالم فلازم يبقى اللعيبه كلها موجوده والبدايل عنده هو اكيد عامل يعني بلان للوضع دوت عارف ان هو في دماغه التشكيل عارف التشكيل بس هو ايه لازم يبقى عنده البدايل دي كلها موجوده لان ماتشين يوصلوك كاس عالم فلازم يستدعي معظم اللعيبه اللي هو شايفها مناسبه لطريقه لعبه انت ماتشين يوصلوك كاس العالم انت عايز ايه لازم هستدعي اللعيبه الكويسه اللعيبه اللي حاسس ان هي هتنجحني اللعبة اللي هتوصل مصر كاس العالم هشوف لعيب محترف بره هيجيبه زي ما عمل مع عمر مرموش قبل كده لكن هو في الدوري العام صعب ياخد عناصر جديده يعني صعب يضم عناصر جديده من 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 الدوري العام لان هو في دماغه لعيبه معينه بتنفذ له التكتيك بتاعه او الطريقه بتاعته 4 3 3 هو عارف هو بيعمل ايه لكن ممكن يجيب لعيب من بره مثلا ايه زي مرموش كده ممكن يجيب حد تاني بس يكونوا موجودين 25 الاسلحه بتاعته دي انت مش ضامن اللي جاي ايه ممكن لا قدر في اصابه لا قدر في لعيب مستواه هيقل فلازم تبقى البدايل كلها عنده لان دول ماتشين صعود كاس عالم فلازم اكون مجهز نفسي. هو قال يعني اتكلم في رساله النهارده وجهها للعيبه انه باقي 15 يوم على المباراتين ومن ثم لازم تستعدوا لازم تجهزوا احنا عندنا مهمه صعبه. ما هو الاستعداد بالنسبه للعيبه المحليين هيبقى من خلال مباراه الدوري المحلي لان هي دي المباراه دي هي اللي هتساعد مستر كروش في ان هو يشوف بقى مستوى اللعيبه وثبات المستوى بتاع اللعيبه وغير طبعا متابعته للعيبه الاجانب اللي بره النجوم الكبيره وفي الاخر هو عايز تيم يكسب بيه عايز يعني مثلا ماتش مصر هيبقى والسنغال الاولاني في القاهره اكيد هيفكر في المكسب يقول لك انا عايز اكسب عايز اكسب واحد او اثنين اامن نفسي على الاقل مش هيفكر في الخساره صحيح ماشي عشان يروح مثلا السنغال دكار هناك على الاقل مطمن اكيد صحيح. هو عنده رؤى وعنده خطط وعارف هو بيفكر ازاي ومحضر مين هيلعب ومحضر مين بديل فاحنا كل اللي احنا بنقوله نتمنى ان ربنا يسهل وربنا يكرم مصر وتصعد كاس العالم ان شاء الله من خلال سواء الماتش الاولاني او الماتش الثاني ان خلي بالك ممكن الماتش الاولاني تعمل فيه نتيجه كويسه وممكن تتعادل وممكن تروح تكسب هناك كره القدم يعني ايه اداء في الملعب 90 دقيقه امكانيات لعيبه هنا وامكانيات لعيبه هنا تكتيك مدير فني هنا وتكتيك مدير فني هنا توفيق هنا وتوفيق هنا لكن دايما كره القدم لا تعطي الا لمن يعطي لها يعني كره القدم مش هتديك غير لما انت تديها تديها جهد تديها التزام تديها روح تديها عرق هتديك اي واحد تفتكر ان انت تعمل الحاجات دي كلها وربنا مش هيديك لازم تكون مجتهد في عملك سواء مدير فني سواء لعيب سواء اداري سواء حكم سواء طبيب ربنا بيدي دايما الانسان اللي بيشتغل الانسان اللي بيعمل فان شاء الله نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي ما يبقاش فيه اصابات ان شاء الله اللعيبه تبقى جاهزه عشان منتخب مصر هو اهم حاجه اللي نشوف منتخب مصر في قطر نفسي اشوف منتخب مصر في قطر ونوصل ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. في كلام يعني عندنا انه الراجل البرتغالي كيروش زعلان من مستوى اللعيبه المحليه اللي كانوا معاه في المنتخب في فبراير وشايف انه الكيرف بتاعهم نزل فقال ايه في قال يعني وضح اسامي مثلا لا ما قالش قال يعني بشكل عام اللعيبه مش في كامل المستوى وده عامل له يعني عشان كده بعت الرساله النهارده من باب التنشيط بص هو اللعيب المصري ده عامه ما يبقاش عنده ثبات مستوى في ماتشات كتير يعني مش 10 15 ماتش تلاقي فيه ثبات في المستوى الا لعيبه معينه لعيبه قليله في مصر يعني ثبات المستوى ده شيء عدم ثبات المستوى شيء طبيعي لكن انت مهمتك ان هو هيعمل اكيد معسكر اعداد فاللعيبه دي هتجيبهم وهتدربهم على طريقتك وعلى التكتيك بتاعك وهتقول لهم على الاخطاء اللي انت شفتها من خلال الدوري العام او اخطائهم ده شغلتك لكن ثبات المستوى ده ما تلاقيش لعيب مصري كتير قوي ان هو يبقى مستواه ثابت 10 12 15 ماتش لا غير بره احنا لا ممكن لعيب 5 6 ماتشات يمكن الوحيد يعني اللي احس انه عنده ثبات مستوى هي في مصر احمد سيد زيزو صحيح ده اللي عنده ثبات في المستوى وبعديه بشويه عمرو السولية وعمرو السولية لسه هقول لك عمرو السولية طبعا لعيب مميز وانا بحب طريقه لعب عمرو السولية وزيزو الاثنين نازلين عارفين بيأدوا ازاي وهيعملوا ايه والكره جايه لهم ما بيفكروش واخدين قرارهم ايه وغير بقى الروح اللي عندهم والاصرار وبتاع وعندهم الثبات في المستوى انت ثبات المستوى ده
مش شرط ان انت يكون كل ماتش مثلا 90% ان انت مستواك عالي. انت ممكن 10 ماتشات مستواك 70% ثابت مستوى 70% احسن من ماتشين ثلاثه بتعملهم 90% مستوى وخلاص بعد كده الكيلو بتاعك بينزل. لكن عمرو السليه محافظ على هذا المستوى طبعا ثابت المستوى بتاعه صحيح. واحمد سيد زيزو الاثنين دول انا بحييهم من هنا يعني. ده صحيح كلنا بنحييهم بصراحه وان شاء الله يفيدوا المنتخب خير الفتره اللي جايه. مباراتين مهمتين يعني ان شاء الله. شكرا كابتن حماده على وجودك معايا ودايما بسعد بلقائك. حبيبي شكرا شادي تشرفت بيك تشرفت بيك. بعد الفاصل هنلتقي والصحفي المتميز الاستاذ محمد نبيل ونستمر في حوارنا عن نادي الزمالك في زملكاوي.